ايه ده يا جماعة؟ اروح اي مكان الاقي كل واحد ماسك تليفون ومهيس كده ومخه خلاص ضرب. هو في ايه في التكنولوجيا؟ الناس مخها لحس ولا ايه؟ لا انا هغني، هغني عن نهاية العالم. خش. الواحد مخه تلحس، النت في كل حتة، موبايلك فاصل منك، بتبقى نهاية العالم. أيوة، كل الاخبار عن النت، كل الصحاب عن النت، حتى الاكل عن النت، راجل باسمي بنت، الدنيا بقت عبارة عن هاتف واخبارك، تنزل قدامك كل يوم وتتقلب باشارة، من ايدك تقلب صفحة تشوف كورة وسياسة، وكمان تتابع المسلسل اللي نمتي وفاتك. النت كل حاجة والكل بقى كسلان، بقى نفسك ترجع تاني لأيام زمان، ايام ما كانت الفرحة واللعب مع الجيران والحب والامان. وايه وايه كمان، الدنيا بقت مش هي، والفرحة بجد قالت. واللي احساسك ايه وانت قاعد بتقلب؟ يجي لك خبر حلو وبعده خبر وحش، مودك فجأة يتلخبط وتقفل وتقوم نايم. الواحد مخه تلحس، النت في كل حتة، موبايلك فاصل منك، بتبقى نهاية العالم. كل الاخبار عن النت، كل الصحاب عن النت، حتى الاكل عن النت، راجل باسمي بنت. يا لهوي، عشان تعرفوا يا جماعة، أنا دلوقتي تعبان. التكنولوجيا لحست دماغ الناس يا جماعة، ركزوا شوية، ركزوا. الموضوع بقى أبسط من كده، أبسط من كده. بصوا قولوا تلاقوا الدنيا حلوة. يا سلام، حتى انتوا كانوا بتسمعوا الأغنية دي كمان على النت، ما انتوا عايزين ايه؟ شغل يا عم المزيك. أيوة، عشان تعرفوا بس. يا سلام، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير. خش يا ابني. ايوه يا معلم. مش عارف اقول ايه تاني. شكرا 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 يا جماعة، سلام. سلام، كل حاجة على النت. يا سلام، الواحد مخه اتلحس، الواحد يصحى من النوم بيجري على التليفون. اول بقول لكم يا شباب، مين اول واحد اول ما بيصحى من النوم بيجري على ايه؟ ها، بتجروا عليه اول حاجه؟ اكيد بتجروا على التليفون وتفتحوه وتشوفوا الاخبار. يا سلام، قال يعني هتحلوا الاخبار؟ ما علينا. المهم يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركات كتير، شير يعني. وقولوا لي لو عجبكم الفيديو ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو، اكتبوا لنا في التعليقات. ولو في اي اقتراحات جديده، هو انا كان صوتي حلو ولا نص نص؟ قولوا. يا سلام، يلا يا شباب، انا بحبكم قوي. يلا، عايزين اي حاجه؟ سلام، باي باي. هو انت ما بتقفلش ليه؟ ما تقفل، اعملوا متابعه للصفحه عشان تلاقوا كل جديد. ما تقفل يا كابتن، اقفل.